ينضم إلينا من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين نمشيك. حسين، بعد التحية، يعني ما صدى تصريحات الرئيس الروسي بوتين في الشارع الروسي ومن قبل المحللين والخبراء والمراقبين؟ نعم داما، بالفعل نقطة مهمة جدا تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير أمس خلال مشاركته في منتدى فالداي الدولي للحوار في مدينة سوتشي جنوب روسيا، حيث اعتبر الخبراء بأن تصريحات بوتين وأيضا كلامه حول إمكانية استخدام روسيا للسلاح النووي هو أمر جديد، حيث جرت العادة بأن ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الفيدرالي الروسي هو من يهدد بالسلاح النووي ويحذر الغرب من هذا السلاح. بطبيعة الحال الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية حسب رأي الخبراء الروس يتخذون أو يأخذون كلام بوتين وتصريحاته على محمل الجد، لذلك الرئيس بوتين استقصد يوم أمس أو قصد يوم أمس باستخدام هذه العبارات من أجل تحذير الغرب ولا سيما الولايات المتحدة بأن أي خطوة غير مدروسة من قبل الحلف الدول الغربية سيؤدي إلى كارثة عالمية. بوتين كان واضحا عندما تحدث عن أن الغرب، وحيث وصفهم بوتين بالأعداء، هم يعرفون جيدا حجم القدرة النووية لروسيا، وأكد بوتين على أن أي ضربة ستتعرض لها روسيا سيتم الرد عليها بشكل حاسم. الرد بطبيعة الحال حسب وصف بوتين سيكون عبر سلاح النووي، وأيضا بوتين أشار إلى أن الأعداء لن يبقوا على قيد الحياة في حال تعرضوا إلى روسيا باستهداف سيؤدي إلى تهديد الوجود الروسي. أيضا الخبراء الروس أشاروا إلى أن هذا التهديد من قبل الرئيس بوتين، وأيضا تصريحاته حول جهوزية صاروخ سرمات، هذا الصاروخ العابر للقارات، هي تهديدات وأيضا هي تحذيرات من قبل القيادة الروسية إلى الغرب بأن المعركة ومسار المعركة الحالي ضمن الحدود الأوكرانية لا زالت روسيا تستوعبه وتتقبله، لكن تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى وأيضا تسليم أوكرانيا معدات عسكرية تجاوز الخطوط الحمراء الروسية يمكن أن تؤدي إلى كارثة عالمية. أيضا بعض الخبراء اعتبروا بأن تصريحات بوتين حول أن وصول أو تمدد القوات الروسية غير مرتبط بالأراضي والمدن، إنما مرتبط بتأمين سلامة الشعب الروسي والشعب الأوكراني، هي رسالة وإشارة من قبل بوتين في إمكانية تمدد وتوسع حدود مسار الصراع بين روسيا وأوكرانيا. بعض الخبراء تحدث عن أن بولندا في حال قامت باتخاذ خطوات أكثر عدائية تجاه روسيا لربما ستكون هي الدولة المقبلة التي يتجه إليها الجيش الروسي أو التي ستصيبها الأسلحة والصواريخ الروسية، لأن بوتين كان واضحا يوم أمس عندما تحدث عن أن العمل الذي تقوم به القوات الروسية هو من أجل تأمين سلامة الشعب الروسي. هل من الممكن أن تعتبر هذه التصريحات أيضا ردا على يعني اجتماعات الاتحاد الأوروبي في غرناطة وزيادة الدعم لأوكرانيا وإعلان السويد أيضا حزمة دعم جديدة وغيرها من الدعم الذي يقدم لأوكرانيا؟ تصريحات بوتين هي أبعد من الاتحاد الأوروبي، وأيضا هذه التصريحات أرادها الرئيس بوتين بأن تذهب بشكل مباشر إلى الأبيض وإلى الإدارة الأمريكية، الرئيس الروسي وأيضا القيادة الروسية وبالإضافة إلى الخبراء الروس، الجميع هنا في الداخل الروسي يتحدث عن أن الاتحاد الأوروبي أصبح أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الجهة المتحكمة بالدول الأوروبية، بالإضافة أيضا إلى عدم حضور جميع وزراء الدول الأوروبية. المحادثات في العاصمة الأوكرانية كييف هي إشارة من أن هذه الدول أو عدد من هذه الدول تعب وانهار من حجم المساعدات إلى القوات الأوكرانية. أيضا عدم التوافق الأوروبي بملفات عديدة ولا سيما في فرض عقوبات جديدة على روسيا أيضا هي إشارة إلى روسيا بأن ليست الدول الأوروبية هي الجهة التي لديها القدرة على التحكم بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، إنما الولايات المتحدة الأمريكية هي الجهة التي تتحكم بهذا الصراع. لذلك الرئيس بوتين كان واضحا يوم أمس عندما تحدث عن أن الأسلحة النووية الروسية لن تستخدم إلا في حال ردة فعل، أي أنه في حال تعرضت روسيا إلى تهديد جدي فالسلاح النووي الروسي سيكون
بالمقابل وهذا السلاح سيزيل الدولة التي ستهاجم روسيا عن الوجود. لذلك بوتين كان واضحا يوم أمس فأراد أن يحذر الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الدول التي تعتبر رأس حربة ضد روسيا وفي مواجهة روسيا في العملية العسكرية في أوكرانيا. بوتين واضح وهكذا يشير الخبراء ويحلل الخبراء. كل الشكر لك حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من موسكو.